هل يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة؟ ما يعذر البدع، ما يعذر فيها، لأن الواجب عليه إن كان يحسن الاستدلال أنه يرجع إلى الأدلة إلى الكتاب والسنة، وإن كان ما يحسن الاستدلال عامي فهو يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم عن هذا الشيء هل هو بدعة ولا سنة، وليس هو من أهل الاجتهاد. الاجتهاد له أهل راسخين في العلم هم اللي يجتهدون، أما المبتدي في طلب العلم والعامي ما هو من أهل الاجتهاد هذا. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واجب عليه أنه يسأل. نعم.